قبل ما تفضجوا الفيديو خوتي ما تنساوش تابونيو فلاشان وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كامل جديد من عند قناة ميديا ديزات. السلام عليكم متابعينا الكرام متابعي قناة ميديا ديزات، خوتنا في فيديو جديد. في هذا الفيديو راح تسمعوا ما يقوله محلل مصري حول عظمة الجزائر وحول مطالبه للحكومة المصرية باش تنمي العلاقات مع الجزائر. راح تعرفوا الأسباب مع هذا المحلل. خوتي وكاين واحد جماعة من أبناء فرنسا والعياش يجيو في التعليقات فمرمدوهم ما تخليو لهم والو، تعليق تحيا الجزائر في كل مكان. وما تنساوش وصلوا الفيديو هذا 4000 لايك باش يوصل كامل الناس. نخليكم مع الفيديو. حقيقة أنا بقالي كذا حلقة بشرح للكثيرين من المشككين والمتشككين في عمق ومتانة العلاقات المصرية الجزائرية، إن الجزائر من الصعب جدا أن تتخذ موقفا معاديا لمصر، وإن مهما كانت الخلافات اللي ممكن تظهر في الأفق بشأن الملف الليبي أو ملف البوليساريو ما بين الدولتين، إلا إن الدولتين عارفين كويس قوي إن مشتركاتهم أكبر بكتير جدا من خلافاتهم، وعارفين إن خلافاتهم مهما بلغت حدتها إن العلاقة بينهم يجب أن ترتقي إلى مستوى علاقة استراتيجية وربما إلى تحالف. بالتأكيد سوف يعود بالنفع على مصالحهم المشتركة في شمال أفريقيا والمنطقة العربية وأفريقيا بشكل عام. مصر والجزائر الاثنين عندهم تاريخ أفريقي كبير يعود إلى زمن عبد الناصر ومن بعده هواري بوميديان، اللي كانوا شايفين ان العلاقة مع افريقيا مش مجرد علاقة قارية وانما علاقة انتماء. الجزائر حملت لواء تمتين العلاقات العربية الافريقية في الوقت اللي تراجعت فيه مصر عن عمقها الافريقي طوال فترة حكم مبارك بكل اسف، واصبح للجزائر نفوذ مؤثر وقوي في افريقيا. وحين أعاد الرئيس السيسي مصر إلى أفريقيا وأفريقيا إلى مصر، أصبحت مصر والجزائر بوابتين مهمتين جدا للعرب على أفريقيا. إمكانيات البلدين البشرية والمؤسسية كمان ممكن تلعب دور كبير جدا في جعل شمال أفريقيا أوروبا جنوبية من حيث التقدم والتنمية والتمدن، والبلدين ممكن يجعلوا من شمال أفريقيا منطقة ريادة وبؤرة نهضة تتطلع إليها الشعوب العربية والأفريقية. الاثنين مع بعض ممكن يكونوا مركز ثقل في غاية التأثير إذا انضم إلى تحالفات مصر المشرقية مع السعودية والإمارات على وجه الخصوص والعراق والأردن. ممكن نلاقي وطن عربي مختلف تمام الاختلاف عن الوطن العربي اللي احنا عصرناه في 70 سنة الأخيرة. معرفة العميقة بالجزائر والجزائريين كانت بتخليني الحقيقة أتألم لما بسمع اتهامات غير مسؤولة من البعض تصف مواقف الجزائر من مصر بالخيانة والتآمر والتواطؤ ضدها. كنت دايما بأكد على حب الجزائريين العميق لمصر اللي شاهدته شخصيا في العديد من زياراتي الرسمية للجزائر، إضافة إلى أن مواقف الجزائر الرسمية مع مصر لا تنسى، وشاء حظي أن أكون يعني شاهد على بعضها. أنا قلت لكم قبل كده أني كنت مستشار الوزير فاروق حسني وزير الثقافة الأسبق للعلاقات الخارجية والتخطيط الاستراتيجي، وكنت أيضا منسق عام حملة ترشيح مصر لرئاسة اليونسكو، وكان فيها مرشح جزائري قدام الوزير فاروق حسني، لكنه لم يحظى بدعم الجزائر اللي قررت أن يكون فاروق حسني والمرشح العربي لتبوؤ هذا المنصب الرفيع. لكن المرشح الجزائري وكان رجل قيم وله يعني سي في محترمة أصر على ترشيح نفسه بشكل منفرد، والجزائر من الرئيس بوتفليقة
إلى وزير الخارجية الجزائري إلى وزيرة الثقافة الجزائرية، كلهم وقفوا ضده في هذا التشريع. وقامت وزيرة الثقافة الجزائرية العظيمة خالدة تومي آنذاك بدعم فاروق حسني دعم كبير جدا، وتبنت مع وزير الثقافة الليبي الرائع آنذاك نور الحميدي إصدار بيان عن مؤتمر وزراء الثقافة الأفارقة اللي انعقد في الجزائر في 2009، واللي شرفت بحضوره في وفد رسمي مكون من الوزير فاروق حسني والراحل الكبير محمد بنيم وأنا. وكان الكل متشكك وقتها في موقف الجزائر، لغاية ما جه وقت التصويت وحصل محمد بجاوي اللي هو المرشح الجزائري اللي أنا كلمتكم عليه، وده كان وزير خارجية الجزائر الأسبق، حصل على 0 من الأصوات في 4 جولات متتالية. والجزائر كانت من الدول 58 اللي كان ليها صوت انتخابي. هي دي الجزائر اللي انا عارفها. مش عايز اقول لكم على الحفاوة الشعبية اللي استقبلوني بيها انا شخصيا ومع الوفد المرافق ليا لما نظمت اسبوع ثقافي مصري في تلمسان وفي العاصمة الجزائر على هامش كون تلمسان عاصمة للثقافة الاسلامية في 2011. رغم ان العلاقات وقتها كانت مازالت متأثرة وفي غاية التوتر بعد احداث مباراة مصر والجزائر المؤسفة في الخرطوم. الحقيقة شفت حب عظيم ورعاية عميقة وشهامة منقطعة النظير في حفاوة الشعب الجزائري هنا، لدرجة ان الوفد الكبير اللي كان معايا ما صدقش ان انا في الجزائر، وانا كنت دايما برد عليهم مش قلت لكم؟ زيارة الوزير وزير الخارجية رمضان العمامرة كما أراها لمصر ليست زيارة لتدشين مبادرة جزائرية بخصوص سد النهضة فقط، ولا إعلان توحد مواقف بخصوص الشأن الليبي والشأن التونسي، ولا هي حتى لرأب خلافات قد تكون حدثت في الأفاق المصرية الجزائرية، لكن أنا بشوفها في الحقيقة تدشين وصياغة جديدة لتحالف مصري جزائري يأتي في إطار مسافة السكة السيساوية الشهيرة، وترسيخ إن الأمن القومي المصري بيبدأ من الجزائر غربا، وإن الأمن القومي الجزائري بيبدأ من مصر شرقا كما كنا دائما. مصر شافت الجزائر كده لما سندتها في حرب تحرير الجزائر، والجزائر شافت مصر كده لما سندتها في حرب أكتوبر. وزير الخارجية الجزائري طمأن المصريين عن موقف الجزائر فيما يخص الشأن التونسي، ووصفه بالشأن الداخلي التونسي، وإن الجزائر بتقف مع الإرادة الشعبية التونسية. وكمان طمأن المصريين فيما يتعلق بالشأن الليبي، وتقريبا تطابقت رؤية الجزائر مع رؤية مصر، وكان في رغبة مشتركة لإعادة الاستقرار إلى ليبيا ورغبة في إنهاء التدخلات الأجنبية في الشأن الليبي. وكمان حفاوة مصرية جزائرية افتتاح الطريق الساحلي في ليبيا بين سرت ومصراتة، واللي هيكون بداية لحلم كبير وهو طريق ساحلي يربط مصر بالمغرب العربي بريا، وربما عن طريق سكة حديد أيضا قد يربط السخنة بالإسكندرية بالعلمين بمطروح ببني غازي بطرابلس بتونس بالجزائر بوهران بالرباط بكازابلانكا. الجزائر ممكن تلعب دور مهم جدا في سد النهضة، سواء استطاعت إنها تبقى جزء من الحل زي ما رمضان العمامرة قال، وربما يكون الضعف الإثيوبي اللي بتعاني منه إثيوبيا اليومين دول نتيجة للحصار الدبلوماسي المصري عليها، ونتيجة لفشلهم في الملء الثاني، ونتيجة لاحتمالات قيام حرب بل حروب أهلية في إثيوبيا، ربما يكون
ده الوقت المناسب اللي شافت فيه الجزائر التدخل لتصحيح المسار التفاوضي بين الدول الثلاثة مصر والسودان وإثيوبيا حوالين قضية سد النهضة، إذا استطاعت الجزائر أن تلعب هذا الدور. لكن إن لم تستطع هنبقى كسبنا الجزائر إفريقيا زي ما كسبنا الجزائر عربيا في جامعة الدول العربية في موقفها من سد النهضة. ولو لم تستطع أو فشلت في الوساطة نتيجة للتعنت الإثيوبي المعتاد، بكل تأكيد الموقف الجزائري هيدعم مصر إفريقيا في حالة لجوء مصر للخيار العسكري. من ناحية تانية مصر مؤهلة تماما للتدخل في الخلاف الجزائري المغربي، وهي الحقيقة عندها علاقات متوازنة مع الدولتين. مصر مثلا وقفت مع الجزائر في حرب الرمال اللي قامت ما بين المغرب والجزائر في الستينات على المشاكل الحدودية بين الدولتين، وعلى الناحية التانية وقفت مع المغرب في موضوع البوليساريو. يعني موقفها المتزن المتوازن بيسمح لها بالتدخل بإنهاء الخلافات المغربية الجزائرية المتجددة على الدوام، واللي بتعتبر حقيقة عائق أساسي ضد قيام اتحاد المغرب العربي بدوره الفاعل والأساسي، إضافة طبعا إلى الدربكة اللي حصلت بعد الربيع التركي القطري في مصر وليبيا وتونس واللي كاد يصل إلى الجزائر والمغرب. حاول تتخيل معايا كده مصر شريك في مجلس التعاون الخليجي، ومصر شريك في مشروع الشام الجديد، ومصر شريك في اتحاد المغرب العربي، وفي ظل الطفرة اللي بتشهدها مصر في بنيتها اللوجستية والإنشائية والتحتية لما فيها من شبكات طرق وسكك حديدية وخطوط غاز ونفط وشبكات كهرباء، تربط المشرق العربي بالمغرب العربي وتربط الاثنين بأفريقيا، ممكن ينقل مصر وشبكاتها العربيات على فين؟ مسافة السكة هتبقى بإجمالي المحيط العربي وداخل عمق أفريقيا. الحقيقة إن الآفاق المصرية العربية والأفريقية عريضة جدا ومتنوعة، وأي تعاون وثيق أو تحالف مصري جزائري سوف يعود بالنفع على مصر والجزائر والمنطقة والقارة الأفريقية بأسرها. الحقيقة أنا متفائل جدا بالتقارب المصري الجزائري، وشايفه هيعود بالنفع الكبير على البلدين ثنائيا وعربيا وأفريقيا. وفي الأخير ما تنساوش ديروا النجام وتشاركونا رأيكم في التعليقات. سلام.